السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمناكم تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. نبدأ بالصلاة على رسول الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة ليوم البنات غادي ندير أول حاجة بديت بها هي بعد ما فطرت كان عندي شوية الوقت، قلت علاش ما نحيد عليا هاد القراشل. صراحة كان نديرهم نفعوني البنات، كان عجنهم بالحليب وكتحكمي في المقادير، يعني ساهلين داكشي اللي عندك كتحكمي فيه. انا بنات درتهم يعجنوا، بعد ما عجنوا حطيتهم هنا في هاد السبيره يرتاحوا شويه، بيد ما نوجد الغداء ديالي ان شاء الله يكونوا هما ارتاحوا شويه باش نبدا نشكلهم ان شاء الله. وهنا اول بعد ما ساليت القرص ديالي جيت كنوجد الغطا. هنا عندي الدجاج البنات، هذيك المرزيه اللي درت، المرزيه ديال الدجاج راه معروفه عندنا حنا في المغرب، كنحطها. ودرت هنا داك العرق، هذاك الحرقوم البلدي البنات، وشويه الملحه على حسب الذوق، وشويه البزار. بالنسبة ليا المهنة البنات غتلاحظ بأنني ما كترتش العطرية، ولكن صراحة ديك المروزية ديال الدجاج راه كتجي خطيرة في الطياب. إلا كنتي دايرة الدجاج كتجي زوينة. أنا البنات غادي نزيد ليهم الزيت نباتية وغادي نخليهم يطلقوا شوية ويتشحروا. كما كتشوفوا هنا البنات هاد البصله الحريف، الصراحه كنقولوا حنا الحريف والقزبر ربيع، صراحه كتجي زوينه في الطياب والله كتحمقني انا بعدا في الطياب. هنا درتها ودرت شويه القزبر وخليتهم يتشحروا مزيان ويطلقوا داك الماء ديالهم، وزدت لهم واحد المطيشه البنات وخليتهم يتشحروا كما كتشوفوا، وضفت لهم جلبانه وغادي نزيد لهم الماء ونخليهم يطيبوا ان شاء الله. من بعد ما ساليت جيت كنقطع على الفريت ديالي البطاطا. انا ما كنتش متوفره عندي بطاطا ديال القلي، درت غير هذه ديال اللي كنصبوا بها، قديت بها الغراض. من بعد ما طاب لي الغداء ديالي كما كتلاحظوا البنات هنا انا راه شديت من شط لي داك الزيت ديال البطاطا قليت به الدجاج صافي. وهنا كنقدم الطبق ديالي، صراحة راه زوين يا البنات ما شاء الله. الكوزينه كتدخلي ليها ما كت اي مره ما كتبلانيش ليها صافي، حتى كتبقى تفنن راسها. هذه هي الكوزينه، يعني ما كيكونش عندك شي حاجه مضبوطه ولا مقادير مضبوطين، اين فوا كتحطي يدك على الحاجه راه كتبداي تختارعي. الصراحه البنات ماشي راه زوين والله. وكما كتشوفوا البنات هذا الخبز ديال الام ديالي بالدقيق ديال القمح، صراحه كيجي زوين ما شاء الله. بعض المرات كتكرصو هي بالنخاله ديالو، كيجي صراحه عاوتاني صحي وزوين، هو اصلا صحي. وبعض المرات الا كان شي واحد في خوتي ما كتقدرش انها كدير غير الدقيق. بالنسبه لهنا البنات بعد ما تغديت جيت كنوجد الكيكه المعتمده عندي. هنا درت أربعة البيضات وكاس ديال السنيدة وفاني وخليتهم يطربوا مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما طربوا البنات غادي نضيف ليهم
واحد اليوغورت دانون، اي دانون عندكم، وكاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نخليهم يطربوا مزيان مزيان. هنا يا البنات بديت كنضيف الدقيق ديالي حسب الخليط. انا كما غادي تشوفوا انا ما غاديش نكثر الدقيق، بغيتها تجيني شويه خفيفه. وغادي ندير ثلاثه الخمارات، وغادي نخليها تطرب مزيان حتى كيندمج الخليط مع بعضو. شي كما كتشوفوا البنات درتها اليوم خفيفه، ونقصت ليها الفران، درتها غير في الفران ديال الغاز. ان شاء الله من غادي يطيب غادي نوريها لكم. هنا البنات بعد ما طابت الكيكه ديالي، انا كندهن، ملي كندهن المول كان ما كرشوش بالدقيق، كرشو بالدقيق ديال الفينو ولا المهم غير الدقيق العادي، راه ما كنديروش ليه. شتي كيفاش كتجي البنات؟ الصراحه راه عرفتي دايره بحال البغري، مثقبه زوينه. وهادو هما الكرص البنات، صراحة نفعوني في بنتي ولا في هكا في الدار، كيكونوا زوينين واخا زعما يباتوا كيجو زوينين، وما كيجو زوين حتى لوكو ديالهم ما فيهمش شي زفر ولا شي حاجه. الا بغيتوني نشارك معكم مرحبا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا على المشاهده.